غدا انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني وتشجيع حرية التعبير، أبرز المحاور. تجدد التظاهرات في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية والمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية. بعد دخول صاروخ سارمات الروسي الخدمة القتالية، واشنطن تزود كييف بذخائر اليورانيوم المستنفد. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستمر مسيرة الحوار الوطني في إطراء الحياة السياسية في مصر. وبعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى ورفعها لرئيس الجمهورية، تنطلق غدا جلسات الأسبوع السادس تحت شعار واحد، وهو المساحات المشتركة بين الجميع. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تنطلق غدا جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، ومن المقرر أن يخصص أول يوم للمحور السياسي، بينما يخصص يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر للمحور الاقتصادي، والذي سوف تناقش فيه لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مدار جلستين ارتفاع الأسعار وسبل تقليل العبء على المواطن. كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الإقراض الداخلي والخارجي، بالإضافة أن لجنة الصناعة ستناقش على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة على المديين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أميرة صابر، عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذة أميرة، غدا انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، في رأيك إلى أي مدى بشكل عام هذا الحوار ساهم في بلورة أفكار بناءة تساهم في إيجاد حلول لتحديات عدة يواجهها المواطنين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كافة السادة المشاهدين. يعني الحقيقة طبعا الحوار في محاوره الثلاثة متفق على أنه حرك راكدا في الحياة السياسية المصرية، وأنه خلى أحزاب سياسية كتير من كل الصيف السياسي تشتغل في كافة أماناتها علشان تقدم أفكار مختلفة للقضايا المطروحة للحوار. والحقيقة أنا بدعو جميع السادة المشاهدين لقراءة التوصيات اللي طلعت من المرحلة الأولى للحوار والمنشورة وسائل الإعلام المختلفة على الصفحة الرسمية للحوار على منصات التواصل الاجتماعي،
لانه الحقيقه الكام صفحه اللي طلعت فيهم التوصيات في المحاور المختلفه امر مهم جدا قراءته، بالذات وجهه نظري للمحور السياسي وما قدم فيه وقد ايه ده ممكن يغير شكل الممارسه السياسيه في السنين القادمه. نعم، طيب كما تابعنا على مدار الجلسات السابقة الحوار يطرح حلول نتيجة طبعا لأفكار من جميع الاتجاهات السياسية بالمجتمع، وهنا نتحدث عن استجابة الدولة على مدار الجلسات السابقة، في رأيك إلى أي مدى عكس يعني هذا الحوار مدى استماع الدولة للطروحات التي يقدمها المشاركون؟ هو من المهم جدا حقيقة ان احنا تكون توقعاتنا منضبطة، بمعنى انه بعض الازمات المركبة زي الازمة الاقتصادية على سبيل المثال الحوار الوطني لن يقدم لها حلا سحريا، واغلب التدخلات في المحور الاقتصادي يمكن والاجتماعي تدخلات هتحصل في وقت، بمعنى انه الحوار الوطني خالص الى توصيات هي في مسارين اساسيين، يا اما مسار تنفيذي وده معناه ان الحكومه تاخد قرار معين، واعتقد بالفعل الحكومه اخذت بعض القرارات ولكن هناك الكثير جدا من القرارات الخاصه بالصناعه وغلاء الاسعار وضبط الاسواق والخطط الاستثماريه للدوله وكثير من القضايا الاقتصاديه يمكن لسه فيها المزيد من القرارات الهامه التي يجب ان تتخذها الحكومه، خاصه وان هناك لجنه خاصه بغلاء الاسعار والتضخم ستبدا جلساتها في الغد. بالظبط كده. المسار الثاني الحقيقه هو المسار التشريعي، وبصفتي تشريعيه عضو برلمان فده مسار بياخد وقت، يعني مشاريع القوانين اللي طلعت بيها توصيات من الحوار الوطني اعتقد انه المشرعين واعضاء المجالس النيابيه بقى عندهم عبء تشريعي كبير جدا في السنوات القادمه انهم يواكبوا هذه التوصيات وياخدوها في مسار الانفاذ، لانه في تدخلات تشريعيه مهمه جدا منها قوانين كثيره، قانون الوقايه على المال، قوانين تخص مفاوضيه مكافحه التمييز، تداول المعلومات، العديد الحقيقه من القضايا اللي حلها هيكون المسار التشريعي. نعم، اشكرك جزيلا الاستاذه اميره صابر عضوه مجلس امناء الحوار الوطني. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس الماضي، وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة. وذكر تقرير اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بأنه تمت الاستجابة لنحو 1093 حالة، وشملت تلك الاستجابات صدور 237 قرار علاج على نفقة الدولة، فضلا عن إصدار 42 قرارا خاصا بالحالات الطارئة و38 قرارا بإجراء عمليات زراعة النخاع وتنفيذ الإجراءات الطبية لنحو 118 حالة من مرضى الأورام وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لنحو 39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وإلمامهم بالعمل متعدد الأطراف. قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكا ولاوس، وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم. وصرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق بأن اعتماد هذا القرار وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثلهم من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي، كما يأتي استكمالا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة.
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة إعمار البلاد، وأكد البرهان رفضه للإملاءات الخارجية، مضيفا خلال زيارته لولاية كاسلا أن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد بشكل كامل، وأن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على الحاجة إلى وجود جيش محترف. تجددت التظاهرات اليوم في عاصمة النيجر نيامي أمام قاعدة عسكرية فرنسية للمطالبة برحيل القوات الفرنسية. كما طالب المتظاهرون أمام القاعدة الفرنسية في نيامي باريس بسحب دبلوماسيها من البلاد. تأتي هذه التظاهرات غدا تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيها دعمه للرئيس محمد بازوم ورفضه مغادرة السفير الفرنسي. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لرئيس النيجر محمد بازوم، وأكد ماكرون أن فرنسا لا تتخذ أي قرار بشأن النيجر إلا على أساس التبادل مع الرئيس النيجيري بازوم الذي احتجزته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في البلاد. وشدد الرئيس الفرنسي على أن المجموعة العسكرية في النيجر ليس لديها أي شرعية. كانت المجموعة العسكرية قد رفضت تصريحات الرئيس الفرنسي واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون النيجر الداخلية. أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنيو تعليق التعاون العسكري بين فرنسا والجابون، حيث يتمركز نحو 400 جندي فرنسي في البلاد. يأتي ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجابون بعد إعلان مجموعة عسكرية الاستيلاء على السلطة، وتشارك هذه القوات المتمركزة في حماية المواطنين الفرنسيين، وهي على استعداد لتقديم التعزيزات للعمليات والتعاون مع الجيش الوطني الجابوني وجيوش الدول المجاورة مثل الكاميرون لإجراء التدريبات. وعد بيريس إنجيما رئيس المجموعة العسكرية المسلحة في الجابون التي أطاحت بالرئيس الجابوني علي بونغو بإصلاحات دستورية ولكن دون تسرع، في حين طالبت المجموعة الاقتصادية إيكاس ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المجموعة العسكرية المسلحة في الجابون بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. لا يزال المشهد في الجابون معقداً مع عدم وضوح أي أفق جديد للحل، فبعد يومين من الوقائع التي أحدثت توتراً في الدولة الواقعة غرب وسط أفريقيا، خرج بريس إنجيما رئيس المجموعة العسكرية المسلحة التي أطاحت بالرئيس الجابوني علي بونغو ليعد بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة أكثر ديمقراطية وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان على حد تعبيري. وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي قال إنجيما إن قرار حل المؤسسات الذي أصدرته مجموعته العسكرية هو أمر مؤقت، وأنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد ولكن دون تسرع، مشيرا إلى أن الهدف هو إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية. ستحترم الجابون جميع التزاماتها مع شركائها الوطنيين والدوليين، وستحترم جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعزز تنمية الشعب الجابوني. إن حل مؤسسات الجمهورية أمر مؤقت، والهدف هو إعادة تنظيمها للتأكد من أنها أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون، وأيضا في مكافحة الفساد. كما دعت جماعة المعارضة المجتمع الدولي إلى حث المجموعة العسكرية على إعادة السلطة إلى المدنيين، إلى أن دعوات المعارضة لم تتلقى ردا حتى الآن.
إنجيما هدد أيضا باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الجابونيين الذين بدا أنه يتهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة. المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس أدانت بشدة سيطرة المجموعة العسكرية على السلطة في الجابون وطالبت بضمان سلامة الرئيس علي بونغو الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية. وحثت المجموعة الاقتصادية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على توحيد الجهود لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الجابون. كما طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المجموعة العسكرية بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية داعيا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. أعلنت روسيا أنها أحبطت هجوماً بزورق أوكراني مسير استهدف جسر القرم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، وهو يشكل بنية تحتية مهمة مدنياً وعسكرياً يربط روسيا بشبه الجزيرة. على صعيد آخر، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بلغرود، وهو إقليم يقع على الحدود ويشهد هجمات متكررة من قوات كييف. وفي سياق منفصل قال حاكم منطقة كورسك المجاورة إن قرية على الحدود تعرضت لقصف أوكراني أسفر عن إصابة امرأة. أشارت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأكد محتواها مسؤولان أمريكيان بشكل منفصل إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفذ إلى أوكرانيا. وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع تسليم هذه الذخائر لأوكرانيا خلال أسابيع، وتعد جزءا من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل. أضافت روسيا أحدث أسلحتها ضمن عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وهو صاروخ سارمات والملقب بالشيطان الثاني. ويصنف حلف ناتو صاروخ سارمات بأنه الأقوى عالميا والقادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ. تطور جديد على جبهة القتال بالأزمة الأوكرانية، حيث عملت روسيا على أضافة أحدث أسلحتها إلى أدواتها في المعركة، وهو الصاروخ سارمات الملقب بالشيطان الثاني. سارمات RS-28 هو الجيل القادم من الصواريخ الروسية العابرة للقارات بمدى يبلغ نحو 17,000 كيلومترا، وهو رقم كاف لاستهداف أي موقع على وجه الأرض. الصاروخ يمكن تزويده بما يتراوح ما بين 10 إلى 15 رأسا حربيا، كما يضم رؤوسا حربية وهمية لتشتيت وخداع منظومات الدفاع للعدو. بدأت أعمال التطوير الأولية في سارمات عام 2011 مع إحدى الشركات الأوكرانية المتخصصة في الصناعات العسكرية، إلا أن موسكو انفردت بالمشروع بعدما دب الصراع بينها وبين كييف عام 2014. سارمات يهدف إلى استبدال الصواريخ البالستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، ومن أشهرها صاروخ فويفودا، ليشكل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية المستقبلية. ويصنف حلف شمال الأطلنطي الناتو صاروخ سارمات بأنه الأقوى عالميا والقادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ. هو فصل جديد من الصراع الأوكراني الروسي، يحشد كل جانب وحلفائه ما يمكنه من أسلحة بغية تحقيق النصر في معركة ستطال خسائرها الجميع.
دعت غرفة الطاقة الإفريقية، وهي مؤسسة قارية مقرها جوهانسبرغ، للحفاظ على سلامة منشآت الطاقة النفطية ومنشآت تعدين الغاز الطبيعي وكافة الأنشطة التعدينية الأخرى بالجابون. وتأتي تلك الدعوة تفاديا لاهتزاز أسواق الطاقة العالمية ومنظمة أوباك التي تعد الجابون عضوا عاملا فيها. وذكرت الغرفة في بيان أن تطورات الوضع العسكري والسياسي في الجابون لا يجب أن تنال من مقدراتها الاقتصادية، وفي مقدمتها صناعة التعدين والطاقة والصناعات الاستخراجية. أعلنت وزارة السياسة والزراعة والأغذية في أوكرانيا أن البلاد حصدت أكثر من 33 مليون طن من المحاصيل الجديدة، بما في ذلك 29.184 مليون طن من الحبوب وأكثر من 4 ملايين طن من البذور الزيتية. وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم أن وزارة السياسة الزراعية والأغذية تتوقع أن يحصد المزارعون الأوكرانيون ما يصل إلى 76.7 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2023. ما بين بطء التعافي من آثار كوفيد-19 إلى دخول في حرب الأوكرانية، يعاني الغرب والشرق الأسيوي على حد سواء. وجاء تصنيف وكالة مودز للتصنيف الائتماني لأكبر اقتصادين في العالم من حيث النمو ملائما للوضع المتذبذب للدولتين الأقوى اقتصاديا، لتقف الوكالة ما بين التوقعات المتفائلة والقلق من انتكاسة غير متوقعة. ما بين التفاؤل والحذر، جاءت توقعات وكالة مودز للتصنيف الائتماني لأكبر اقتصادين في العالم. فجاءت توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.9% في عام 2023 من 1.1% في توقعاتها لشهر مايو الماضي. وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند 1%، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة عامل كابح للاقتصاد. الوكالة رأت أنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ 2% إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية. أما التنين الصيني فرأت مودز أن نيرانه ستكون أقل حدة العام المقبل عند 4% من 4.5% سابقا. أما لهذا العام فأبقت مودز على توقعاتها للنمو عند 5%. وعزت الوكالة وضع الصين إلى ضعف ثقة الشركات والمستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي واستمرار مشكلات القطاع العقاري والأعمار الكبيرة للعمالة، فضلا عن أن التعافي الاقتصادي من سياسة القضاء على كوفيد-19 لا يزال ضعيفا. وتصنف الوكالة الصين عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أقل بأربع درجات من أعلى درجة AAA في الولايات المتحدة. تستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة المناخ في إفريقيا، والمقرر انعقادها في الفترة ما بين 4 وحتى 6 سبتمبر المقبل. وتهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا. كرة أرضية واحدة تجمعنا، رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ، إلا أنه من الضروري أن تكون لاعباً أساسياً وحاسماً في حل أزمة المناخ العالمية. من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في 4 سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا سيما قبل COP28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات. ولأنه وعلى الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2-3% من الانبعاثات العالمية، تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة. وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج، ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
يشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات. وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي. دكتور مجدي، بعد التحية، مصر كانت من أولى الدول اللي انتبهت لأهمية تمكين الشباب، وهو الموضوع الذي وضع على رأس أولويات قمة نيروبي. ما تأثير هذا التوافق على دور مصر بالقمة؟ مصر ليها طبعا يعني جذور أفريقية، يعني جاز التعبير، فمنذ يعني مرحلة الستينيات من أيام الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الرئيس السيسي، يبقى أن أفريقيا بالنسبة لجمهورية مصر العربية هي الفناء الخلفي، وهي أيضا القارة التي ننتمي إليها بكل موارد، في الشمال في البحر المتوسط، أو في الشرق في البحر الأحمر، أو في الجنوب حيث منبع نهر النيل. ومن المؤكد أن المصدر الرئيسي لأفريقيا هو الإنتاج الزراعي، وبالتالي فتعامل كافة الشراكات الدولية مع الإنتاج الزراعي جزء منه للحاجة إلى الأخشاب، لأنه تعتبر أفريقيا من أكبر المناطق التي فيها هذه الأنواع من الأخشاب، طبعا بالإضافة إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجزء من شرق آسيا. لكن يظل أساسا أن الإنتاج الغذائي، وهو أهم عنصر بالنسبة للشعوب الأفريقية التي تكاد تقترب من 600 مليون نسمة وأزيد من ذلك، يظل الأمن الغذائي هو الهدف الأعلى لكل الدول الأفريقية، خصوصا في زيادة النسب السكانية بشكل غير عادي في العشر سنوات الأخيرة. طبعا احنا عندنا في يعني افريقيا في انتاج اسماك وفي انتاج كل انواع الزراعات تقريبا، لكن المشكله عندهم انه احنا بنقطع في افريقيا يعني منذ عام 92 حتى الان ما يقرب من 530 مليون متر مكعب اخشاب، تم ازالتها من عام 98 حتى الان، وتستخدم في الوقود والبحث. ده له تاثير كبير جدا جدا على حاله المناخ الدولي، لأن أفريقيا انبعاثاتها 4%، مصر 9%، مع ذلك تتهم أفريقيا بأنها السبب، ولكن أفريقيا متلقي للأمطار الحمضية والملوثات وغازات الاحتباس الحراري التي تأتي من الشمال من أوروبا وأمريكا وغيرها إلى أفريقيا، حاملة معها ما يطلق عليه تدمير النظم الجوي. إنك نوم عرض زرع في أسوان مليان شجر، ثاني يوم تروح تلاقيه ناشف. اللي حصل بقى في كثبان رمليه وبقى في اعاصير وبقى في درجه حراره عاليه. اسمح لي يا دكتور، يعني بناء على هذا الكلام وبعد انضمام مصر للبريكس رسميا، هل من المتوقع ان يزداد دور مصر الاقليمي والدولي لا سيما داخل قارتها الافريقيه؟ يعني شوف، الدولتين المهمين جدا اللي بيمثلوا في البريكس جنوب افريقيا ومصر، والحقيقة هذا أولا يعني اختيار دولي وليس اختيار محلي، وحينما تختار مصر وجنوب أفريقيا ممثلة لأفريقيا فليها مغزى، إن دولة كبرى في الشمال ودولة كبرى في الجنوب إن اتحد مع باقي الدول الأفريقية يشكلوا مع البريكس نقلة نوعية اقتصادية وبيئية لم تحدث من قبل، لأنه زي ما احنا شايفين كانت الدول الأفريقية متفرقة، وزي ما شايفين انه كان معظم الدول الاوروبيه تترك اوروبا باشجارها بكل ما فيها من خيرات وتاتي الى افريقيا لتبحث فيها عن مناجم. طبعا نعلم كلنا ان في مناجم نادره زي اليورانيوم بيجروا وراها، وفي مناجم اخرى في مينرالز خاصه فيه ما يطلق عليه عناصر نادره موجوده في افريقيا فقط، يعني في انواع موجودة في أفريقيا فقط. أفريقيا لا يعلم العالم إلا مؤخرا لماذا كانت تتكلم عليها فرنسا وإنجلترا في احتلال هذه القارة العظيمة
لأنها كنز عظيم من الموارد الطبيعية والموارد التعدينية، وأنها قارة تطل على البحر الأحمر وعلى المحيط الأطلنطي وتطل على المحيط الهندي وعلى البحر المتوسط، فهي قارة القارات، هي تضم على نظم المائية وتضم نظم زراعية وتضم نظم غذائية. لم يكن أحد يتخيل إطلاقا أنه إنتاج الأسماك يكون من أعظم هذه القارة، تتزايد سنويا بنسب عالية جدا. صحيح. جزيل الشكر لك دكتور مجدي علام مستشار مرفق البيئة العالمي على كل هذه التوضيحات. استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب دفعة جديدة من الطلاب المشاركين في برنامج فاليو. البرنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات، بالإضافة للتعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة والتدريب على قيم التطوع، وذلك بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف الجامعات والمحافظات. وللمتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، اطلعنا على تفاصيل هذا البرنامج، برنامج فاليو الذي تستعد الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستقبال دفعة جديدة مشاركين في هذا البرنامج. أهلا بك إيمان وبكل السادة المشاهدين. بالفعل اليوم استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة 11 للمشاركة في برنامج فاليو الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة. هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة لتدريب طلاب الجامعات على عدد من المهارات الهامة، سواء كانت المهارات الحياتية المتعلقة بكيفية التواصل مع المجتمع أو مع المواطنين، وأيضا المهارات الخاصة بالتطوع والحديث عن قيمة التطوع، وأيضا التعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة، وأيضا التعريف بالمشروعات القومية المختلفة التي تتم في مختلف المناطق والقرى الخاصة بحياة كريمة. هذه الدفعة اليوم يشارك فيها 400 طالب من 12 جامعة من مختلف المحافظات. هذه الدفعة أيضا تستمر على مدار 5 أيام. أول 3 أيام سيكون هناك عدد من التدريب الأكاديمي المكثف للتعرف أو التدريب على استخدام بعض مهارات الإنترنت والأجهزة الإلكترونية، التعليم أيضا أو التعريف بكيفية التواصل، وأيضا التعريف بجهود مؤسسة حياة كريمة وعدد من المهارات الأخرى الخاصة بالطلاب، والاستفادة أيضا أو الاستماع إلى الأفكار الطلاب والمبادرات
المهارات الخاصة التي يريدون تنفيذها في قرى حياة كريمة، وفي نهاية البرنامج يتم اختيار إحدى المبادرات التي تفوز بتطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع في قرى حياة كريمة بمشاركة الطلاب الذين تم تدريبهم في هذا البرنامج. ثم سيكون هناك يوم آخر للزيارات الميدانية، سيكون هناك زيارة لهذه الدفعة خاصة بقرى حياة كريمة، سيتم التعريف بهذه القرية والمشروعات التي تتم في هذه القرية، وأيضا التواصل مع المواطنين في هذه القرية والتعريف بالأثر الذي تركته وأحدثته أيضا مبادرة حياة كريمة والتغيير الذي حدث في هذه القرية. ثم سيكون يوم ختامي بزيارة أحد الأماكن العسكرية أو السياحية لأيضا الدفعة الموجودة. الأكاديمية الوطنية للتدريب استقبلت حتى الآن أكثر من 3200 طالب وطالبة من 28 جامعة مختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وهي تراعي التنوع في الجامعات وفي أيضا المحافظات. وهذه هي المرحلة الأولى لبرنامج فاليو الذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل. وهذا البرنامج يعكس مدى اهتمام الدولة وأيضا مؤسسة حياة كريمة بالشباب وأهمية التطوع وأهمية أيضا تدريبهم على فكرة التطوع وعلى قيم التطوع، خاصة أن مبادرة حياة كريمة تقوم على مجهود كبير من المتطوعين في مختلف المحافظات. وعندما تحدثنا مع بعض الطلاب المشاركين أكدوا يعني أهمية هذا البرنامج في ثقل مهاراتهم وإضافة العديد من الخبرات لهم للتعامل مع المجتمع والتعامل مع المواطنين، خاصة أنهم يعني يتحمسون للمشاركة أيضا في مبادرة حياة كريمة، كل في محافظته وفي جامعته أيضا، للمساعدة في المشروعات التنموية والقومية المختلفة. وأيضا أبدو يعني سعادتهم بوجودهم في هذا الكيان الكبير، سواء في الأكاديمية الوطنية للتدريب أو حتى في مؤسسة حياة كريمة. ويعني هناك العديد خلال الأيام القادمة العديد من المحاضرات وأيضا يعني ورش العمل التي ستكون موجودة بين الطلاب لثقل مهاراتهم وأيضا التعريف بأهمية التطوع. نعم. ثم مشاركتهم فيما بعد في مشروعات حياة كريمة المختلفة. نعم. وتستمر أيضا الأكاديمية لاستقبال العديد من الطلاب الجامعات خلال الفترة المقبلة. أشكرك. هذه هي الصورة الخاصة باستقبال الدفعة 11 في برنامج فاليو بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون وأيضا البرنامج الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة. عودة إليكم. أشكرك محمود جميل جزيلا، كنت معنا من الأكاديمية الوطنية للتدريب. تستقبل الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر دورة تدريبية خاصة بمبادرة حياة كريمة. تأتي الدورة التدريبية تحت اسم توكاتسو، وهو نظام تعليمي ياباني يهدف لبناء شخصية الطفل. وتم تدريب المعلمين بالمدارس القائمة واليابانية المصرية بهدف نشر المفهوم والتعريف به في كل المدارس المصرية مستقبلا. وللمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة يستعرضها لنا زميلنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. إليك. مبادرة حياة كريمة لا تهدف فقط للاهتمام بالبنية التحتية والمدارس والري والصرف الصحي وغيره، ولكن أيضا الهدف الأساسي من حياة كريمة هي الارتقاء بحياة الإنسان وبناء الإنسان بشكل كبير. ومن أهم المحاور التي يبنى على أساسها الإنسان هي التعليم والتطوير والتدريب. لذلك حياة كريمة قامت بالتعاون مع حكومة اليابان وتحديدا مؤسسة المدارس المصرية اليابانية لتنظيم وتطوير نظام التعليم المصري عن طريق الطريقة اليابانية وهي التوكاتسو. التوكاتسو هي طريقة تعليم يابانية تهدف لتطوير تعامل المعلمين المصريين مع الطلاب في مراحل أساسية، وهي المراحل الابتدائية والإعدادية، لأنها من خلال هذه المراحل يتم نقش المعلومات المختلفة ونقش الأسلوب، أسلوب الحياة وأسلوب التعامل في الطفل أو في الشباب الصغار ليتعاملوا على أساسها في حياتهم اليومية. لا يقتصر تعليم أو نظام تعليم التوكاتسو على التعليم الأكاديمي فقط، ولكن هو نظام للتعامل
التعامل في الحياة العملية، تطوير في التعامل، التعلم والتعليم، التعلم من الحياة والتعلم من خلال الحياة. يستهدف هذا النظام التعليمي التوكاتسو التعاون المشترك بين التلاميذ، مساعدة الآخر، تقبل الآراء، التعامل بطريقة متساوية مع جميع الأديان، مع جميع أيضا الأعمار المختلفة، احترام الآخر، تبادل الثقافات، ولكن أيضا هو ذلك عن طريق تنمية المهارات المختلفة، سواء تنمية مهارات القيادة، تنمية مهارات القيادة لقيادة المستقبل. كان هناك في حقيقة الأمر في هذا التدريب الذي يستمر على مدار 3 أيام، هي الدورة الثالثة في 6 محافظات مختلفة. كانت الدورة الأولى هي دورة فقط نظرية، الدورة الثانية هي تطبيق فعلي، والدورة الثالثة الآن هي عبارة عن التعامل المباشر مع الطلاب، والعودة مرة أخرى للتقييم الفعلي لما حدث مع الطلاب ومدى تأثيره بالفعل. شهدت إحدى هذه الورش إحدى الطالبات والمعلمات اليابانيات، والذين تأثروا بشكل كبير من تطور أداء المعلمين المصريين بسبب نظام التوكاتسو، وحتى أنها بكت داخل هذه الورشة وتحدثت عن أنها رأت نموذج مصغر لطريقة التعليم اليابانية هنا في المدارس المصرية. ولا يقتصر فقط هذا النظام على المدارس المصرية اليابانية، ولكن أيضا على المدارس القائمة وهي المدارس الخاصة بحياة كريمة، على أمل أن تنطلق هذه المبادرة في جميع المدارس بشكل عام للوصول للطلاب في المرحلة الأساسية للتعامل مع أمور الحياة سواء تعليميا أو ثقافيا بشكل عام. أشاد أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز العدوى في محافظة المنيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجمع الخدمي الذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنيا، والتي تستهدف تطوير 292 قرية و757 عزبة وتابعا ونجعا. ويخدم المجمع الخدمي 6 قرى و15 عزبة وتابعا ونجعا في غرب مركز العدوى، ويضم منافذ لجميع المصالح الحكومية، ومنها البريد والسجل المدني والشهر العقاري والتموين والوحدة المحلية، مما ساهم في تخفيف التكدس بالمصالح الحكومية في المدن. والخدمات المتاحة بالمجمع الخدمي هي البريد، السجل المدني، الشؤون الاجتماعية، التضامن، الوحدة المحلية، الشهر العقاري، التموين. وحاليا احنا شغالين، المجمع شغال زي ما انتم شايفين، والمواطنين بتأدي خدمات الوحدة المحلية والتموين والشؤون الاجتماعية. المبنى دي فيه جميع الخدمات لكل مواطن، يعني اي الشؤون والتومين والشارع العقاري كله بقى في مجمع واحد، بدل ما نروح المركز وبتاع بقى هنا في المجلس. يعني اي حاجه عايز نعملها هنا، اي مواطن يجي يقدم مصلحته هنا على طول، مش هنستغرق وقت ولا نتعب مواصلات ولا يركب مواصلات ولا الكلام ده، يعني وفر لنا جهد وفلوس برضه مال يعني. بتاع البهجه قسم وسمعني، انك مش لاقي كلام ولا صحي ولا حتى انا بنام. انت دعوه حلوه منك كانت وقت الاداء، احلى مدينه على البحر الابيض المتوسط. شبرونوس نسيتني همومي في ثانية، قاعد حساباتي وبرجع بص بص في وشك بالدنيا. عالمولى كنت سايبة ولا عمري كنت حاسبة. ما
نشكر الشركة المتحدة على المجهود الجبار. مهرجان جديد من نوعه جذب أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام، وها هي اليوم تنعم بالأمن ويتردد صدى الفن والرياضة في سمائها. وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي. المزيد لدى مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من العلمين الجديدة. أحمد، صف لنا الأجواء اليوم في إطار استمرار مهرجان العلمين. نعم إيمان، تحية لك. اليوم هو اليوم الأخير أو الحفلة الأخيرة من مهرجان العلمين الذي كما ذكرت بدأ في 13 من يوليو واستمر على مدار 52 يوما. كانت فعاليات المهرجان متنوعة ما بين فعاليات رياضية كمنافسات الكرة الشاطئية التي بدأت بها فعاليات هذا المهرجان الكبير والضخم، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية وأيضا الحفلات الفنية. اليوم حفلة مهمة جدا لشارموفلز، وأمس كان هناك حفلة أيضا لويجز ومجموعة أيضا من الفرق الغنائية التي استجاب لها الجمهور، وكان هناك إقبال جماهيري كبير من الجمهور الذي جاء خصيصا لحضور هذه الحفلة، سواء حفلة ويجز أو الحفلات الغنائية. هذا بالإضافة إلى أن اليوم أيضا سيكون هناك إقبال جماهيري كبير على حفلة شارموفلز أو هذه الفرقة الغنائية التي أيضا يقبل عليها الكثير. تحدثت أمس مع عدد من المواطنين والجمهور وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز الذي وصلت له هذه المدينة. نحن نتحدث عن ساحل بطول 14 كيلو متر، وأصبحت هذه المدينة بالفعل من المدن السياحية المميزة التي تجذب الأنظار إليها، سواء في السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. وأيضا مهرجان العالم عالمين أصبح من المهرجانات الضخمة والكبيرة والذي ولد بالفعل كبيرا. نتابع معكم اليوم فعاليات هذه الحفلة الختامية وهذا المهرجان بعد 52 يوما من الفعاليات التي استمرت طوال هذه الأيام، ما بين حفلات تناسب جميع الأذواق وجميع الأعمار السنية. لا نتحدث فقط عن فئة الشباب أو فئة معينة، ولكن نتحدث عن جميع الأعمار السنية، جميع الأذواق، جميع الفئات شاركت في هذا المهرجان. وهذا بالطبع لتنوع ودسم فعالياتي المتنوعة كما ذكرت، سواء رياضية أو الترفيهية أو الفنية. نتابع معكم حفلة اليوم في اليوم الختامي من هذه الفعاليات مهرجان العالم عالمين، نتابعها معكم بالصوت والصورة. شكرا لك جزيلا من العالمين أحمد الحوسيدي. شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الإفريقية. تأتي دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا ليعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في إفريقيا، الذي يتمثل في المشاركات الفعالة في كافة اجتماعات الاتحاد البريدي الإفريقي واتخاذ كافة القرارات التي تحافظ على حقوق العمل البريدي ومكتسباته في البلدان الإفريقية. وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري صالونا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الإفريقي الشامل، بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البريد المصري واتحاد البريد الإفريقي. اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الصيف الدولي. أحيا فريق المربع الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير لافت. ولاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا على مدار شهر استمتع فيه محب الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف. وقد شهدت الفعاليات تنوعا ملحوظا بين العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والورش الفنية.
على مدار الشهر اللي فات تقريبا كان كل يوم في أكتر من حفلة، بالإضافة لعروض سينمائية ومسرحية، بالإضافة لورش عمل فنية للمهتمين يعني من الشباب زي ما حضرتك شايف النهاردة. وطبعا في دول بتمثل نفسها في المهرجان النهاردة، وفي فرقة مربع ودي فرقة أردنية ومشهورة في الأردن، مشهورة كمان ليها جمهور كبير في مصر زي ما حضرتك شايف الساحة ممتلئة يعني. والحفلات احنا يعني نظمناها السنة دي، كان في بعض الحفلات داخل القاعة وفي حفلات في الساحة الكبيرة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. غدا انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني وتشجيع حرية التعبير أبرز المحاور. تجدد التظاهرات في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية وقطع العلاقات الدبلوماسية. بعد دخول صاروخ سارمت الروسي الخدمة القتالية، واشنطن تزود كييف بذخائر اليورانيوم المستنفد. نهاية نشرة الثالثة قدمناها لكم من التلفزيون المصري، إلى اللقاء.